فضلت الشيخ محمد، هل هناك تعارض بين التجويد والمقامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد تعارض بين التجويد وأحكامه وبين المقامات نهائيا إذا التزم القارئ بأحكام التلاوة وأحكام التجويد. المقامات ما هي إلا تحسين للصوت بنبرات معينة وبنغمات معينة، طالما ما بلغتش في الغنة، ما بلغتش في المد، ما بلغتش في حكم من الأحكام، أو ما طيرتش أو ما ضيعتش حكم من الأحكام، خلاص أنا كده ماشي تمام، ما فيش أي مشكلة خالص. إيه المانع أن أنا أقرأ بمقام الفلاني أو المقام الفلاني ما دمت محافظ على أحكام التلاوة وأحكام التجويد؟ طب حضرتك درست المقامات أو على علم بفن المقامات ولا لا؟ أيوة أنا درست المقامات، وتشرفت إن أنا شرفت إن أنا درستها على إيد الدكتور أحمد شفيق، ربنا يكرمه يعني ويزيده يا رب.